الوادي الحلو، إحدى المناطق الأثرية التابعة لإمارة الشارقة، تقع في سلسلة الجبال الواقعة بين مدينة كلباء التي تتبعها إدارياً وجغرافياً ومنطقة شوكة والمليحة، وبين منطقة المنيعي التابعة لإمارة رأس الخيمة في مساحة تبلغ 3 كيلومتر مربع. بمجرد أن تطأ قدماك وادي الحلو، يتبادر في ذهنك نقاط الاستيطان البشري بمحيط الوادي، فتجدها عبارة عن تكتلات متفرقة تبعد عن بعضها البعض، وكل تكتل كانت له قلعة أو حصن، لذلك تنتشر العديد من القلاع والحصون على مداخل ومخارج الوادي حتى يومنا هذا، والتي كان يستخدمها السكان لأغراض الحماية والدفاع عن أنفسهم. الماضي انت ما لحقت عليه، احنا لحقين عليه على كل حال، لكن الماضي من زمان هذاك، والله يطول عمر الشيخ سلطان ما قصر، هو لحق على الماضي وشاف حادث الوادي وقال ان شاء الله تعالى ان نعدله ونسوي فيها، وما قصر، سوى البنايات وسوى الطرق وسوى الكهرباء وسوى الاشياء كلها مواصلات، ما خلى شيء قصر. أول بعد مدارس ما كنا نسلف لمنيعي يجي في السيارة، وعقب سوى مدارس بدأ الوحدة 3، وحدة هناك رولة الأول والثاني، وعقب هنا لحقوا للثانوية، ما الرجال ما الأولاد وما البنات، والحمد لله وسوى المباني وسوى الشوارع وما قصروا هذا للحين. ومن قبل لا حادثنا ثقيفة على حمار وعلى مطية جمال وعلى حمار نسيروني من كلب بعدين هنا ونيب الأشياء متاعات هاي من كلب بعدين هنا يفن على حمار وبعير مطية جمال، حد سمي جمال حد سمي مطية حد سمي أركاب حد سمي أركاب. هو نموذج فريد من نوعه لقرية جمعت بين التراث والحداثة والأصالة والتطور العمراني والسياحي، وتحولت إلى منطقة جذب سياحي بفضل جمال طبيعتها وخصوصيتها، شكلت خريطة لجغرافية حيوية رسمها وادي الحلو، وكأنها لوحات فنية تشكيلية وسط جبال صخرية سوداء امتدت بين كلباء ومنطقة حتى. سكن سعف والنخيل خوص زفنه
الدعون سوي والحالة على ثور نيزر هذا هو دول ثور هذا ما البقى سوي خبة طوي في هذا الزرعة نزع التبغ غاديون ويدينوا عليه يصير عند المداين هنا في كلبة وغال ياخذ ظهر السحب 10 ربيات كتبوا عليهم 15 غاية النص والحمد لله رب العالمين الأكل وقت تتقزر والحين الحمد لله رب العالمين استوت خيرات أول الحكومة تأخذ من جماعة زكاة وما ذوى الحين الحكومة راح تدفع للجماعة تعطيهم معاشات تعطيهم أشياء الحمد لله وبناية هاي بنايات هاي كلها هذا يبع الأوله قص الشيخ سلطان وسوى عادلوا تيتات وهذا وبنى عليه بنيان هذا وسلم كل واحد بيته بنفسه لأن كهربة وماء وأشياء كلها زاهر بس هو يجيب النثالة وحطها كلها الشعبية هذه وهذه الثانية أربع شعبيات والحمد لله رب العالمين والمدارس واستراحت الناس من هذاك الشقة وذا لو تعب لكن الحمد لله عقب التعب استوى راحة الحين ما نظر العين ما تشوفه الحين ما نروح نعبر عن اللي سواه الشيخ سلطان ما نروح نعبر عنه في البداع والحديث اللي سواه الحين جديد أما ما زاد المكان إشراقاً هو البناء الأبيض الذي يشبه القلعة أو الحصن الأبيض بزخرفته الشرقية والذي يتربع على قمة هضبة عالية هناك الوادي باقي تاهم أثارهم هو حوامي طيب هذا من حجر وهذا وبانين الأوليين كان مرابع هذا مال الأول ضربوا اتحاربوا هذا مسوي له هنا سيبة هاك مسوي له سيبة هاك مسوي ويوم يضربوا عدوا السيب ذاك قاموا يضربوا وقبل يصطلحوا هذا خلقتهم الأول حين الشيخ سلطان رمم هذا الآثار الأولية رممها هناك سميها بقعر سميها خراء رممها عدلها شيء منها لكن قليل ما حد يجي بقع بنتها وعرى ما لنا نقول استيدك هذا هياء منخش الآثار منخشة داخل مع الشارع يوم تبوا الآثار سيروا الشارع وتبعوا سيروا الوادي هوب وهادي بعيد بعد انه من غريز تقدي 30 كيلو لين اخذته حتى دور بغوا دميو المدارس هاي لك دميو هنتين دميو هن وحده ويا هو هنا توالى من هو ومدير مال هذا التربيه والتعليم ورمستهم انا قلت لهم هذا يحاد وهذا كبار ما يستوي قال للشيخ ما يستوي كلنا خلوه على حاله
إن الأهمية الاقتصادية للموقع ومنتجاته تتمثل بوجود بقايا التحصينات، وأكثرها وضوحاً هي قاعدة برج للمراقبة الذي يعود إلى فترة أم النار، تم تنقيبه إلى المدخل الجنوبي للموقع، كما تم العثور على تحصينات جدارية على امتداد الحدود الشمالية للموقع. أقول لك أول بيوت سعف، بعدين سوى صنادق، إحنا سوينا على حسابنا، بعدين الشيخ سلطان سوى الشعبية هذيك القديمة هنا وهناك، وسوى مسجد واحد، والحين الحمد لله المساجد أربعة والشعبيات أربع شعبيات، والشوارع يوم ما تشوف هذا دخل الشعبية عند الله وكله. وهناك شارع من الشارع قاعدة كلبة والنفق هذا، أول ما قال بيتخطفوا منك، قلت لا طالب لك هذا يبين ما حد يخطفه، قال بيخطفوا بعدين وخطفوا ما قصر، يا بالشركات وخرقوا جبل، قال بدأنا بيسير وظهر هناك من كلبة على وادي مي ويعد مضيق وصالين وحدة وبرد وياي الحين منا أيها الدقائق ربع ساعة وانت في كلبة. هناك العديد من البقايا التي تشير إلى تواجد البشر خلال الفترة التاريخية على هيئة مبان فردية ظلت على حالة جيدة في شمال الموقع. إن وجود برج للمراقبة في الفترة الإسلامية في المدخل الجنوبي للموقع وأنقاض منزل كبير على الجانب الآخر من الوادي يظهر أن المزايا البيئية لمنطقة وادي الحلو قد جذبت الاهتمام إليها في جميع العصور. أحكي لك عن القلاع، ترى قلاع سوايا، هذا أقول لك قبضة يوم تعاربوا يسوي القلعة هذه ويدس فيها هو ربعه وسلاحه عنده أشياء عنده، ومبغير من أرباته يوم يشتون ما بينهم شيء، هاي جهة وهذا جهة، ما كلهم هاي أولاد إخوان، أولاد حرمة رجال ولادهم من قبل، ولاد حواء وادم، لكن عقب تفرعوا الله يعلم شعوبهم وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الدلالات التاريخية والأثرية تشير إلى امتداد عمر هذه المنطقة إلى آلاف السنين، حيث نجد بعض الرسومات والعلامات المؤكدة على ذلك، فضلاً عن انتشار وتعدد المقابر فيها بشكل كبير رغم صغر مساحتها، حيث يوجد في الوادي وفي مناطق متفرقة ما مجموعه 47 مقبرة، إلا أن المستخدم منها حتى اليوم 3 مقابر فقط. أما
إذا أردت أن تتوغل في أعماق الوادي تجده يضم شعيبات الحسين والمهتدي والقليعي، تشكلت في منطقة أثرية خاضعة حالياً لعمليات الحماية والترميم، دون أن ننسى البيوت القديمة والقلاع والآبار والمسجد القديم التي زينت منتصف الوادي. والأخرى نلحظ تعدد زيارات المختصين في علم الآثار من أجل التنقيب، مستكشفين بقايا آثار أبنية وأمكنة. محطة وادي الحلو تستوقفنا لنجد أن التنقيبات فيها تعود إلى العصر البرونزي وحتى الفترة الإسلامية. كميات صغيرة من خامات النحاس التطمت مع سلسلة جبلية جذبت اهتمام الأخصائيين الذين عثروا على آثار تعدين قديم ومؤشرات صهر النحاس في الموقع، توحي إلى فترة الانتقال من العصر الحجري إلى العصر البرونزي، وهذا يشكل أقدم دليل على وجود صناعة التعدين في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية في الوقت الحاضر. إن الاستيطان المتواصل للموقع خلال العصرين البرونزي والحديدي يتجلى بوضوح من خلال أشكال الفخار النموذجية من هاتين الفترتين. لقد تم العثور على أدلة مباشرة وغير مباشرة تشير إلى إنتاج المعادن على هيئة أفران الصهر وورش العمل وبقايا مختلفة عن عمليات تعدين خامات النحاس، وتم العثور على سبيكة من النحاس الخاص وزنها 4.6 كيلوغرام، ووفقا لتحليل نظائر الرصاص فقد تم إنتاجها من خامات النحاس المحلية. لا يخلو وادي الحلو من إخضرار اليابسة، هذا ما تجلى في مشروع أشجار السدر الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة قبل سنوات، إذ بلغت أعداد الأشجار اليوم أكثر من 16,000 شجرة سدر. بيئة برية حملت في طياتها منحدرات جبلية ووديان، طبعتها أشجار السدر مشكلة ملجأ لأنواع مختلفة من الطيور والسحالي والقوارض ونحل العسل وأسماك المياه العذبة.
وهكذا شارفت رحلة وادي الحلو على نهايتها من خلال دخولنا نفق وادي الحلو الذي يعد أطول نفق في منطقة الشرق الأوسط، والذي يخترق الجبل إلى كلباء على طول ما يزيد عن 1250 مترا بين جبال وادي المضيق ووادي القليعي، لنصل إلى كلباء خلال 20 دقيقة فقط. إذن هي مسيرة تحول شهدتها المنطقة التي تمثل واحة غناء تأسر الألباب بطبيعتها الخلابة وشموخ جبالها وبساتين الرمان، فمن نقطة عبور وعرة إلى محور ارتكاز واستيطان.